قانون الارهاب هو في حد ذاته نجم نقوله ردع ديجا وردع للارهابيين، وشفتوا واش عاملين في البلاد وكذا، على الاقل باش يخافوا شويه. فما عباد تقول لك حقوق الانسان وما حقوق الانسان، حقوق الانسان مضمونه، هو واحد انسان فني ما يدخلش في المتاهات نتاع الارهابيه ومتاهات نتاع التهريب وكذا، ما يخاف من حد شيء، قاعد يخدم على روحه واموره منظمه كذا باش يجي يتسلطوا عليه، هذا يبني ما فما حد شيء من مكافحه الارهاب. والحاكم نتاعنا يتبع كان صعبي في البيعات الفارغه، الشراب بالذات، حكايه كيما هكاك فهمتني، الارهاب يضربوا بالكرتوش في الجبل وما يتبعوا في الحكايه، يهزوا في العباد اللي ما عندها حتى دخل. هذيك هي تونس. قانون باهي الحق، القانون اللي طلعوه قانون الارهاب، معناها باش احنا زاده نبداو متمانين وما عندناش مشاكل في تونس وكل شيء. قانون مكافحة الإرهاب هو جاء متأخر برشا برشا، حركة النهضة لحكم 3.5 سنين لم تفعل هذا القانون، وحركة النداء اللي كنا نتصور بأنها ستدفع عنا بلاء ممن يدعون التقوى، لكن حركة النهضة، حركة النداء عفوا، فعلت هذا القانون يعني بعد أن تغلغل الإرهاب وانتشر في هذا البلد. هو قانون باش يحمي المواطن وباش يحمي الامن وميم طون، ويزينا مع الارهابيين وهالفجعات كل يوم، واحنا كل يوم نعيش ولينا في حال خوف، التوانسه مانيش مستانسين به الشيء هذا. دونك نورمالمون ديبوي اكستون نورمالمون فاليدي القانون هذا، ما فهمتش عليه صار وطار هذا الكل، معناها لين وصلنا للايطا هذه، وكل مره احنا نسمو في حكايات معناها وضرينا التوانسه الكل، وضر الاقتصاد وضر البلاد. باهي سافا، يعني ماذا بينا كيف هو؟ نشوفه متسرع، يعني نظرا للظروف اللي جات، الناس تسرع توايا تخش عليه، هو باش يحل المشكله. نشوفه مش هو باش يحل المشكله، فما معالجات اخرى. وقانون الارهاب حسب رايي لازم يكون باكثر وقت واكثر استشارات من رجال الدين، من الاكاديميين، من الخبراء، مش سهل، عنده عواقب خايبه. قانون الارهاب باهي لو كان يعدل ويطبقوا القانون على الناس الكل، كان مش يطبقوه على زايد وما يطبقوش على عمرو، وحاجه باهي كيف قلت لك كان يطبقوه على الناس الكل، هذيك هي الفائده. مشروع مازال ما تفعلش، وان شاء الله يفعلوه على قريب على خاطر يساعدنا برشا باش نكافحوا الارهاب، خاطر توا قاعدين معلقين، 2003 قانون معلق ومانيش قاعدين نخدموا بيه. اللي يعمل جريمه يشدوهم 12 و13 سنه ماهوش حكم تاع عباد قتلت وعباد خوفت، معناها الاقتصاد تاع بلاد كامله قاعد يتهدم بشوي بشوي. لا، القانون مكافحه الارهاب مش مطلع عليه حتى مواطن تونسي واعي، مواطن عادي معناها بسيط ماهوش مطلع عليه، ما يعرف عليه حتى شيء، جيست معناها يعرف اللي الحاجه هذيك نخوها بفكره خايبه وما نعرفش شو كان. قانون مكافحه الارهاب قانون نشوف فيه باش يزيد في الاستبداد، خاطر يمشي مصلحه العون الامن ما يمشيش في مصلحه المواطن. هذاك علاش نرفضوا في تونس، نرفضوا بصفه عامه قانون مكافحه الارهاب، خاطر حاليا نعيشوا في مرحله استبداديه، كنا في وقت بن علي ولينا في وقت توا سبسي، وماشي ونزيد في الاستبداد، دونك ما يساعدناش. والله حاجه باهيه، هي ماذا بينا تفيدنا في البلاد، وعلى الاقل تنقص علينا شوي خوف وتمنعنا من البلاد، على خاطر البلاد مش ناقصه ارهاب ومش ناقصه حاجات هيك. نجم نقولوا اللي هو باهي وخايب في ميم طون، باهي اذا كان معناه مشي تولي البلاد اون سيكوريتي، باش تولي البلاد لاباس، باش تنظم البلاد ونرتاحوا شويه من حكايه الارهاب والحكايات اللي صايره في البلاد، سورتو انها تاثر برشا على الاقتصاد نتاعنا. وخايبه زاد اذا كان معناها مش يطبقوكم الفو، باش نرجعوا نجموا نرجعوا حتى المنظومه كيما كانت قبل، ونرجعوا نحكيوا على تفتيش ما غير اذن كل جمهوريه، نسمعوا بوليسيه كيفاش تتصرف، معناها تحت غطاء قانون الارهاب. هذا هو معناها اون جلوبال. ان شاء الله احنا شنو نقولوا ان شاء الله معناها يتم تطبيق القانون كوم الفو، وان شاء الله معناها نسمعوا انه في البلاد قانون مكافحه الارهاب يكون عادل ويعدل بين العباد، مش معناها مش يغطيوا به هو باش يعملوا حاجات اخرين وترجع البلاد المنظومه تفسد كما كانت قبل.